حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان. معنا هذه المرة في هذه الحلقة شفت هاني العتيبي بوصفة متميزة جدا، وصفة غدا أنا شايفها من عندي من هنا، تكون برفقتك كده. أكيد بتودينا على الكويت اليوم شفت هاني. أكيد خلينا نروح نشوف إيش هي الوصفة بالضبط وإيش طريقة إعدادها. إذن مع شفت هاني. صباح الخير. صباح الفل ياسمين، عليك وعلى الحمير وعلى المشاهدين يا رب. كويسة؟ تمام الحمد لله. أنت كيف؟ صح بتودينا على الكويت اليوم؟ على الكويت راح نسافر اليوم. على الكويت راح نعمل طبق كويتي مشهور مشبوس. أيوة اللي هي إيش؟ مشبوس. مشبوس مش مشبوس تشا. أيوة مشبوس. تعلمنا حاجة جديدة. هو شوف الأحرف يعني، هي بدي أقول أنا أخت الكبسة السعودية. أنا لما يعني شفتها قلت لك بتعملي كبسة، يعني أشبهها شوي بالكبسة بس شوي فيها تركات مختلفة شوي. نكهة كويتية تبعها. حاطين اللمسة الكويتية. تمام. عادة الكويت كتير بيحولوا الأحرف. بعدين إحنا بنقول دجاج وما بيقولوا دياي، المشبوس أو المكبوس وما بيقولوا مشبوس. أيوة. فشوي اللهجة الكويتية الجميلة. لذيذة. حلوة. راح نعمل زي ما قلنا مشبوس الدجاج بالتمر، بدبس التمر. هذا المميز اليوم. عملنا قبل فترة مشبوس دجاج أنا كنت معاك في الفقرة. بالنخي بيقولوا له نخي اللي هو الحمص. الحمص بيكون نص أنصاص. بسمونه نخي. اليوم رح نعمله بدبس التمر. بجوز ناس تستغرب انه كيف دبس تمر مع ارز، يعني انه حالي مع الطبيخ مع الدجاج. ما تفهميش والله بتطلع لذيذ. رح يعطي تاتش كثير طيب، رح يعطي نكهه طيبه ورح يعطي لون جميل للارز. صح. مكوناتنا اليوم الدجاج زي ما قلنا. عندي دجاجه كامله مقطعه مغسوله بالخل والملح وزيت الزيتون. رح نعمل اليوم 3 أكواب ارز بسمتي منقوع ومغسول. الطبق اليوم فيه بصل، كميه بصل كبيره ومحتاجين نكرملها. لحتى هيك انا اختصر على الوقت، استعملت يوم البصل الاحمر يعني. تمام. قليته لأتقلع قبل تكرمل بشوي. أيوة. يعني زي ما شايف هي كميه بصل كبيره، يعني كان قد البصل قد هدول، اقل شوي بدنا نقول. أوكي. كرملناهم ودبلناهم، راح نعطيهم شوي كمان لون زياده. نعطيهم شويه لون ذهبي على النار. وقطعتيها بشكل صغير؟ قطعناها مكعبات صغيره. فرم ناعم. محتاجين زيت نباتي، تقريبا كوب طماطم مفرومه او مطحونه، انا طحنتها بمحضره الطعام. أوكي. حتى يسهل علي، يعني هي خشنه نوعا ما. ممكن نبشرها ممكن نفرمها على ايدنا ناعم. عندي معلقه صلصه طماطم لومي، اليوم مستعمل اللومي اللي هو الليمون الاسود، مستعمل الحب ومستعمل المطحون. ثوم عندنا تقريبا 4 حبات ثوم او 5 حبات ثوم. دبس تمر 3 معالق كبار. البهارات اليوم عندي راح تكون كزبرة، بهار مشكل، كركم، فلفل أسود، بالإضافة طبعاً للملح. تمام. وهذا الأسود إيش كان؟ اللي هو اللومي نفسه مطحون. اللومي نفسه مطحون. طحنته بيعطي نكهة أقوى، يعني بدي أقلبه مع الدجاج. أوكي ماشي. خلونا نعيد عليكم المقادير مشاهدينا، مقادير المشبوس أو المشبوس الكويتي. خلونا نرجع للمقادير. إذن حتظهر على الشاشة وبإمكانكم تسجيلها أو أخذ لقطة وصورة للشاشة. المقادير عبارة عن دجاجة مقطعة و3 أكواب رز بسمتي، 4 بصلات مقطعات و5 ثوم مفروم، وكوب طماطم مفروم، وملعقة صلصة طماطم، 3 ملاعق دبس تمر، وملعقة صغيرة من كل من اللومي الأسود، الكركم، والكزبرة، والبهار المشكل، بالإضافة أكيد لملح وزيت نباتي. تمام. طبعا اللومي احنا خلاص البصل قد جاهز، يعني هو هي البصل أول خطوة. يعني بدنا نزيد عليه شوي. هي اول خطوه ان احنا نكرمل البصل، او يعني ليش نقول نكرمله تماما، بدنا يعطينا لون شوي ذهبي يعني قبل الكرمله بشوي بشوي يعني. راح نحطه نرجع نزيد عليه شويه كرمله زياده، لانه البصل بياخذ وقت معي. كميه البصل كبيره راح تاخذ وقت، مش زي ما نكون. أيوة. بصل وحده عنا. ليش استعملتي الاحمر؟ الاحمر فيه سكر اكثر، فيه سكر معي اسرع. يا سلام. راح يعطيني اللون الذهبي اسرع من اي نوع بصل ثاني. حكينا مره عن انواع البصل، كل بصل بتميز بنسبه سكر معينه. على اكثر شيء عندنا السكر البصل الاحمر. الاحمر فيه سكر. انا هيك بيستعملوا بالسلطات. انا بتعب من البصل الابيض او عموما من البصل، لان انا بفضل استناه لحد ما يتكرمل. او بدك تضلك جنبه يعني. أيوة. عشان ما يتحرقش. شوفي ممكن انه تتركيه باول ما ينحط انه نغطيه. نغطيه ونخليه شوي، عم نقول على النار هذه ما يكون عالية، ممكن تغيب عنه 3-4 دقائق. يعني ما بيتحرق، لأنه مية البصل رح تبقى جواته ورح تمنعه أنه يحترق. يعني كويس. مع الغطاء بس أنه أحسها يعني أكثر خطوة إيش
بتتعبني. بعدين شوفي البصل اليمنية لازم بصل بالأول. هلا إجمالا تحمير البصل أو تحمير الثوم، كل نك كل بصل كل طبخة بدها نكهة معينة. يعني في طبق مثلا لازم أوصل البصل أو الثوم لمرحلة اللون الذهبي، في أطباق لا مو لازم، مش لازم أحصل على هاي الطعمة في الطبق. يا سلام. فهي لازم يكون أوقات منتبهين في هاي النقطة إنه النكهة اللي محتاجينها في الطبق هتكون متغيرة. يعني هون أنا بدي النكهة تتكرمل، بدي يوصل لدرجة يصير لونه ذهبي لحتى يعطيني اللون والطعم اللي بيميز المشبوس اللي بين التمر. هذا فقط بصل وزيت بس شفتها. بصل وزيت يعني شوف بياخذ ريحة كثير يعني جميلة من وانا داخل من بعيد. شوف لا حذرتي قلت لي طاقة بصل مكرمل، قلت لهم بصل مكرمل اليوم. هلا شوفي رح اتبل البصلة هون انها اخذت لون، اضف اللوم المطحون. طبعا اللوم بيعطي نكهة طيبة جدا للأطباق الخليجية بشكل عام. هذا خطيه مطحون ولا هلا نفس البصل دقيتها هون، دقيتها في كيس. يا سلام. دقيت عليها واخذت تقريبا معلقة من الكمية. راح اضيف البهارات زي ما قلنا، البابريكا سوري الكركم، فلفل اسود، بهار مشكل، الكبزر الناشفه. راح نحركهم مع بعض كويس. الكركم ما تستغنوش عنه، مضاد اكسده قوي ويعني مفيد في محاربه الامراض. هلا انا بهاي الخطوه راح اطول اخذ جزء من البصل، راح نخليه لانه الكشنه على الوجه. راح نطول بدنا نقول تقريبا ثلث الكميه، اتاكد انها تقلبت. راح اخذ جزء من البصل هذا للوجه، لوجه الأرز. هون راح نكمل الخطوات على يعني مش كثير، أخذت شوي نحط على وجه الأرز نزينها مع بعض. هلأ راح نضيف الثوم، ثوم مهروس. حتوصلي للون الذهبي ولا لا شوية بس؟ لا راح ندبل بس تطلع ريحته، راح أبدأ بإضافة بقية المكونات. أطلع ريحة الثوم اللي إنه يعني بدأ يتقلى معي هون. هلأ يعني شوف هاي الخطوة يعني هي الصبر في الطبق هذا، إنه نكشن البصل والطماطم مع الدجاج، بعدين تطبيقها سهل جدا. هلا راح لا كثير لذيذه ريحه الثوم طلعت، الثوم وال والبهارات الطماطم. اذا الطماطم حمرة كثير واحد يستغني عن صلصه الطماطم صح؟ سبقتيني كنت اقول اذا انا الطماطم زي ما لاحظتوا جزء مش حمرة كثير. أيوة. فرح اضيف معلقه صلصه، اذا حمرة ولونها جميل جميل خلص راح استغني عن المعلقه، انا راح اضيف بس معلقه واحده، يعني انا ما بدي تكون الطبخه حمراء. ايوه راح يطلع لونها داكن بسبب البهارات، البصل المكرمل بالاضافه الى دبس التمر اللي حاطينه. ودبس التمر كمان. هلا بجوز الناس تستغرب يقولوا ليش دبس التمر، يعني راح يعطي حلاوه الزبيب، مش راح تكون حلاوه ظاهره، يعني كيف لما نحط الزبيب بين طبق رز راح يعطينا نفس حلاوته، مش راح يكون حالي زياده عن هيك. راح نخليه شوي يتسبك معي. دبس التمر مختلف عن دبس الرمان، يعني هذا له استعمال اخر وهذا له استعمال. هلا دبس الرمان حامض عاده فله استعمالات مختلفه عن دبس التمر. هلا دبس التمر مش كثير بيدخل بالاكل صح، عاده ناكله مع الطحينه، الطحينه السائله يعني نوع حلويات ممكن معي، ممكن بكيكه التمر مع الشوفان، كيكه الشوفان هذيك ممكن بنستعمله مع الدبس. صح مزبوط تمر. ذكيه على فكره متذكره لانه هذيك الوصفه انا ادمنت عليها فانه بيدخل عاده بالحلويات، ففي الطبيخ نادر لنستعمله. اليوم الشيء جديد علينا. هلا راح اضيف هون بهالمرحله دبس التمر زي ما قلنا 3 معالق كبار، ما نخاف من الكميه مش كثير كبيره لانه كميه الارز برضو عندي منيحه، 3 أكواب ارز. هاي 3 ملاعق صح؟ 3 معالق يا ممكن اذا بدنا نعطي عيار او مقدار لدبس التمر ممكن كل كوب رز نضيف له معلقه دبس تمر، يعني كويسه يعني يكون معلقه ولا ملعقه؟ ملعقه ملعقه بالعربي بالعربي الفصيح ملعقه. هلا الرز طبعا مش هلا راح نضيفه، هلا راح اضيف الدجاج. الدجاج زي ما قلت عندي مغسل لحتى الزفره كلها تروح لحالها. نكشن الدجاج وطبعا خليتيها بالجلد. حلو دائما بحب اقلبه على الرز، بحب اخلي الجلد لحتى يتحمر معي افضل. حنضيف الدجاج طبعا. شوف انا الدجاج رح ياخذ معي وقت، الدجاجه كبيره زي ما احنا شايفين رح تاخذ معي وقت. في الاستواء انا حاطه دجاجه على النار لشوي بدها وقت، يعني مش ما تطول 10 دقائق ربع ساعه رح تستوي معنا. رح بس نورجيكم كيف اول مرحله في الطبخه، وانا اوريدي حاطه دجاجه على النار لحتى تستوي معي. هاي الطنجره اصلا صغيره يعني مش راح نكمل فيها الطبخه. راح نعطي الدجاج، نعطيه فرصه
نعطيه فرصة اليوم، فرصة انه يتقلب ياخذ وقته. اوكي، يعني انا بدي اقلبه مش اقل من 10 دقائق. ما حتحطي له المي هلا؟ لا، ما راح اضيف المي، راح اعطيه وقته انه يتقلب وياخذ من الطعمات وحتى شوي يتتسبك معي اكثر الكشنة او الطماطم والبصل الموجود، بعدين راح نسكب عليه الماء. هلا راح اضيف اللومة الحب، انا محزين ما فيها بهارات كثير اليوم. صح يعني بس فيها النكهه الطاغيه والقويه هي اللومي اليوم. راح نخليها فتره تتقلب، يعني بدنا نقول 10 دقائق بالقليله، بعدين راح نسكب عليها المي. اوكي، مجهزين مي ساخنه على النار، نسكب عليها مي ساخنه، بنغمر الدجاج لحتى يستلق معي، يستوي معي. ممكن ياخذ معي ساعه من ساعه لربع لساعه. الدجاج ما بيطول على النار، بعدين بس ينضج راح نورجيكم كيف خطوه الفلفل او فلفل الرز. طبعا شوفي انا هاي الكشنه يعني ممكن تاكلها بالخبزة. تصدقي انا كمان بسوي كذا، يعني ما بحطش مي مثلا، لو بحط دجاج مع الكشنه وكذا ما بحط لهاش مي، وتطلع لذيذه جدا لانه بتكون كميه البهارات معززه كذا. لما تكون المي موجوده لا تحس انها مسلوقه. هلا ممكن نستعمل دجاج قطع صغيره او مخلي من العظم ونعملها هاي كشنه، هذا الطبقه هاي يعني لو توصلكم الريحه صح والله لذيذة. لذيذة جدا، يعني ممكن نعملها كشنة يعني إدام، زي إدام ناكلها إما بخبز أو بناكلها مثلا جنب أرز، تكون عبارة عن إدام. أنا قريبة من الوصفة هاي، وبقطع الدجاج يعني أصغر من كذا عشان ينضج معي، وباكلها بالفعل مع إدام أو مع حتى أرز. طيب خلونا الآن نروح مشاهدينا لفاصل قصير ونستكمل معكم صباحكم أجمل، وأكيد الخطة الثانية لفلفلة الرز حتكون معنا في مطبخ صباحكم أجمل، خليكم معنا. إذن مرة ثانية وفي فقرة مطبخ صباحكم أجمل، ومع المكبوس الكويتي كنا في البداية شفنا صفاء وشيف تاني بيعملوا دجاج، الآن بتعملوا الرز المفروض. صح؟ صحيح، بنعمل فلفل الرز كما قالت شيف تاني. خنروح إذن نشوف الخطة الثانية إذن مشاهدينا، بعد ما الدجاج نضجت، أو إن إحنا كنا عاملين دجاج يعني هي نضجت يعني على يعني من كان نضجت زي ما قلت، كنا معلقين على دجاج لأنه الدجاج بياخذ وقت بده ساعة. فالدجاج نضج معي وشلنا الدجاج من المرق. هلا انا المرق زي ما هو ما بدي اصفيه، بدي اخلي كل البصل وكل الطماط اجمالا، ما فيه بهارات حب، فش فيه الا اللومي، واللومي اللي بحب ياكلها سهله تنشال. فيها البصل، فيها الطماطم، يعني زي ما احنا شايفين كله بدي اخليه، ما بدي اشيله. اوكي، وهلا بهذا المرق راح نبدا بنفلفل الرز. زي ما حكيت عندي 3 أكواب رز بسمتي مغسول، اكثر من مره بغسله بصفي ميته، بعدين برجع بنقعه بمي دافيه، مش لازم انقعه بمي سخنه لحتى ما يتكسر معي. ايه المشكله هذه؟ مشكله التكسير صراحه انا ما فهمتهاش يعني كل مره. شوفي هو في سببين لتكسير الرز او 3 أسباب بالاحرى. اول شيء ممكن تنقع مي ساخنه. ايوه، مي ساخنه لو ساخنه كثير بتكسره. ثاني شيء المي تكون زياده ممكن تخليه بدنا نقول يتهرس اكثر منه يتكسر. والتحريك لو يعني اخليه مثلا بس يدوب انه يعني تكون فوق المي، يعني عاده احنا الرز فوق الرز الشربي او المرق فوق الرز بنص اصبع 3 سم. 3 سم. والتحريك من كثير نضلنا نحرك الارز بتكسر، يعني لازم نحطه يعني تحركه بسيطه، نتاكد انه المرق تغلغل او اجى في كل المناطق ونتركه خلص. لا انا اقصد لما ننقع الرز اللي بيتكسر معنا، هو فقط المي الساخنه؟ المي الساخنه ممكن تضلك تقلبي فيه كثير. ممكن تحريك. تمام. تمام. هلا عندي المرق بيغلي، لازم تكون عندي المرق بيغلي. راح نضيف ال مرام. تقول كمان ممكن يكون نوعيه الرز ما تستحملش انه تكون ممكن في انواع يعني. بتكون رخيصه بدنا نحكي يعني ما بتكون النوعيه جيده. تمام، برضه هذا بخلي ممكن يكون نوعيته بتكسر. هلا في كمان انواع رز ما بعرف احنا بنسميها بشاور، كنا في الكويت. ايوه بتعرفوها؟ صح. هلا هذا ما بيتحمل هلا هذا ما بيتحمل طماطم، يعني لازم يعني نطبخه اما بمرق دجاج ابيض يعني ساده او مثلا بالمي. ما بيتحمل الصلصة. ما بيتحمل اكلات الطماطم، هاد بيتكسر، بتكون رفيعه جدا حبته، بنقوله بشاور. أيوة من صح. انواع رز البسمتي هي ومن ألذها كمان له ريحه كثير مميزه، بتذكرني كثير بطفولتي ريحه الرز البشاور. هلا شوف انا المرق يعني في من التركات انك تحط المعلقه توقف لو انه بتعرفي انه المي كافي مش زياده، يعني طلع انا واقفه معي المي كافي مش زياده، المهم ممكن تكون اقل بس انها مش زايده المي. هلا راح نخليها المرق على نار عاليه زي ما بقول دائما لحتى ينشف معي سطح الارز، وراح اضيف الكشنه على طرف الارز لحتى تاخذ من طعمات الارز وتطرى معي شو تنضج اكثر معي. راح نحطها على الطرف بس لما تنشف معي ويصير عندنا زي تمام
بدنا نقول اخضوا ولا نقطع؟ تمام هيك فتحات، في فتحات كذا في فتحات مزبوط. هيك انا بعرف انه الرز جاهز انه نوطي عليه، رح نوطي عليه على نار هاديه جدا، اللي الدجاج حطيناه بالفرن يتحمر. والرز رح ياخذ معي من تقريبا نصف ساعه لحتى ينضج معي، ورح نورجيكم كيف الشكل النهائي ولونه والطعم الخرافي. تمام، اسمه اللي هو الدجاج من الدجاج فقط؟ بس انا استعجلت حطيته قبل ما تيجوا، كان المفروض ورجيناك اياه بعد النضج. رح نحطه بالفرن بس ياخذ لون، يعني هو نضج اوريدي بس. أيوة فقط تمام ماشي خلاص. خلينا اذا مشاهدين نروح لهذا الفاصل. الرز حتخليه بس يكون فيه فتحات او ينشف المي شويه، وتحط عليه البصل على جنب على جنب، وراح نغطي نتركه على نار هاديه جدا. طيب خلونا نروح مشاهدين هذا الفاصل ونعود اليكم، خليكم معنا. عودة ثالثة إذا إلى مطبخ صباحكم أجمل، والوصفة جاهزة والدجاج طلع من الفرن والرز جاهز ومفلفل ومسبك ومزبط، كل الأمور تمام. خلونا نشوفها إذا مع صفاء. كل شيء إذا جاهز وشكل نهائي مع شفت هاني أيضا، يعني أكيد كله تمام، يعني كله تمام صح ولا لا؟ طبعا احنا من الريحه بطلنا نعرف نحكي. والله العظيم انا واصل مش قادري على التفاصيل، على كاميرا التفاصيل، قلت واو. لا يعني صدقه طبخه روعه. يعني من الطبخات المميزه بالفعل عندي بالبيت والكل بحبها. ولازم تجربوها، يعني دائما بقول لكم تستحق التجربه، تجربوها هي لازم تجربوها. مش لازم لا، بعدين طبخه سهله، يعني هي التعب البسيط انك بدك تقلبي كميه بصل كبيره فقط لا غير، يعني سهله. حتى حسيتها اسهل من الكبسه. والله اسهل من الكبسه. طعمتها اطعم ونكهه مختلفه كمان عن الكبسه. انا بحس انها يعني بمثابه المنسف حق الكويتيين. انت عندكم هي المشبوس. مزبوط صح. المشبوس في المطبخ الكويتي عندهم اكله رئيسيه فخره، يعني أيوه. المندي في اليمن، في اليمن أيوه. المندي في مضبي في عندنا كثير حاجات، اكلات كثير مشهوره. المشبوس من الاكلات جدا مميزه بالمطبخ الكويتي. عملنا سحاوق معها، يا سلام، يعني دخلنا النكهه اليمنيه مع الموضوع. ما بنقدر نستغني عن المطبخ اليمني، وطبخه جدا روعه، بتمنى تجربوها. وكان في دقوس، هم بيعملوا معها دقوس. هلا بتنعمل عاده مع الدقوس بس انا اللي ضيق الوقت. تمام. اللي الدقوس شبه الادام الكشري. انت اصلا عملتي الدقوس؟ هو شبيه بالكشري، ادام الكشري اللي هي توم مع فلفل اخضر حار. بينطبخ مع عصير طماطم وبنضيف له شويه خل وشويه بهارات وفقط. اوكي، وطبخ سهل جدا، يعني الدقوس اجمل من الاطباق السهله. وانت كمان كنت حضرتي هنا في مطبخ صراحه اجمل، بامكان كل المشاهدين انهم يرجعوا له. زينتيه بالبقدونس والكزبره والايش كمان ده؟ اللوز المحمص. تمام. مع الكبزره اللي حطيناها في السحاب، وكمان البصل اللي كان موجود على الوجه، وجه الرز كمان رشيناه، وبالاضافه اكيد للسحاوق الشتني اليمني. ويعطيكم الف عافيه. ويعطيك الف عافيه شفت هاني على هذا الطبق اللذيذ، وقربوا اكيد وحتلاقوه في قناه يمن شباب على اليوتيوب برابط منفصل. الان خلونا نذهب لهذا الفاصل مشاهدينا ونعود اليكم.